في سؤال جيد وأنا أحب أن أقرأ على الشيخ. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من فضيلتكم التعريف بنفسه، حيث يشهد الله يا شيخ أن يحبكم في الله، ولكن لا أعرف عنكم إلا القليل. أرجو من الله ثم منكم التكرم بالتحدث ولو قليلا عن ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما التحدث عن نفسي فصعب جدا، لكني أقول بالاختصار: أخوكم محمد أمان بن علي الجامع، كنت أستاذا مشاركا في الجامعة الإسلامية ورئيس شعبة العقيدة في الدراسات العليا، وها أنا ذا كما ترون أحذت على التقاعد وتفرغت للعمل مع الشباب، حاليا مدرس وموجه في المسجد النبوي، ولدروس ومحاضرات في جدة، أعيش مع الشباب هذه المشاكل التي سمعتموها. هذا أنا ذا، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم. والأخ الذي طلب هذا الطلب أن أشكره على هذا الشعور، وما ذكر بأنه يحب أن يعرف عني الكثير، لكن أرجو ألا يعرف أكثر من هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقة العباد، ولا ينبغي لنا أن ندعي العلم أو العمل أو الدعوة، كل ذلك نتركه لله سبحانه وتعالى، الله هو العليم بحقيقة عباده.